أهلا بكم إلى موجز أخبار الآن. أعلنت الخارجية الروسية أنها على يقين بدرجة عالية من أن زعيم تنظيم داعش الإرهابي أبو بكر البغدادي قد قتل. وكانت وكالة انترفاكس للأنباء قد نقلت سابقا عن جاندي غاتيلوف نائب وزير الخارجية الروسي قوله إن روسيا لا يمكنها تأكيد مقتل زعيم تنظيم داعش أبي بكر البغدادي في الضربة الجوية بسوريا الشهر الماضي. وقالت موسكو سابقا بأن قواتها ربما قتلت البغدادي، لكن واشنطن قالت حينها إنه لا يمكنها تأكيد ذلك وأن مسؤولين غربيين وعراقيين يتشككون في الأمر. أعلن قائد الشرطة الاتحادية عن تصفية عدد من عناصر تنظيم داعش في المدينة القديمة من الموصل. وقال الفريق رائد شاكر جودت في بيان إن وحدات الشرطة تحاصر الجماعات الإرهابية في المدينة القديمة وإنه لا فرصة للهرب والنجاة. كما أشار جودت إلى أن عمليات أسفرت عن قتل 43 متطرفا من بينهم 3 من خبراء التفخيخ والسيطرة على مستودع للذخيرة. من جهة أخرى نفى التحالف الدولي تنفيذ ضربات في المنطقة التي يوجد بها المسجد التاريخي في الموصل. قصفت قوات الأسد مناطق في بلدة إبتع وأماكن أخرى في بلدة داعل بالريف الأوسط لدرعا. جاء ذلك بالتزامن مع 6 غارات نفذتها طائرات الأسد على مناطق في البلدتين، ما تسبب بأضرار مادية وبقتل شابين 2 ووقوع عدد من الجرحى. ذكرت وسائل إعلام أمريكية أن مقاتلات التحالف الدولي في سوريا وجهت تحذيرا لطائرة حربية سورية كانت تحلق فوق منطقة تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية وأجبرتها على الابتعاد. وأوضحت الولايات المتحدة أن طيران التحالف الدولي رأى أن المقاتلة السورية كانت تنفذ مناورة استعدادا لقصف مواقع قوات سوريا الديمقراطية، فاستعرضت طائرة التحالف الأسلحة الموجودة لديها وقامت بمناورة تحذير وجهتها وحلقت مبتعدة. حدد وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي أنور قرقاش مطالب دول الخليج ومصر لإنهاء مقاطعتها لقطر، ومنها وقف دعم الدوحة للإرهابيين والتخلي عن شخصيات مطلوبة دوليا وإقليميا. وقال قرقاش لصحيفة الحياة إنه إذا أرادت قطر العودة إلى محيطها فعليها الالتزام بقرارات مجلس التعاون، مشيرا إلى تمويلها التطرف وحركات إرهابية في سوريا وفي ليبيا واحتضانها شخصيات عليها حظر دولي. قتل 20 شخصا على الأقل وأصيب 50 آخرون بجروح عندما استهدفت سيارة مفخخة مصرفا في رشكرغاه عاصمة ولاية هلمند في جنوب أفغانستان بحسب ما أفاد متحدث باسم الحكومة. الانفجار وقع أثناء اصطفاف موظفين حكوميين مدنيين وعسكريين لصرف رواتبهم. ختام الموجز، شكرا للمتابعة.